أحبابي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفاش غادي نعيشوا يوم عرفة وكي غادي ندوزوه إن شاء الله؟ إن شاء الله غادي يدوز في ذكر الله، نخليه خاص غير لذكر الله عز وجل. ما ندخلوا لا الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا الانستغرام ولا السناب شات ولا حتى حاجه، كاع المواقع التواصل الاجتماعي نعطيوهم اتساع. ما نمموا في حد، ما نعيبوا في حد، ما نتجمعوا مع شي حد، ما نغتابوا حد، ما نسبوا حد. يعني نحاولوا ندوزوا غدا في ما يرضي الله، وندوزوه في ذكره وفي قراءه القران، وندوزوه في التسبيح اللي غادي نقراو فيه ان شاء الله الاذكار التاليه. غادي نقراو لا اله الا الله 100 مره او 1000 مره حسب الاستطاعه. استغفر الله العظيم نفس العدد، اللهم صل على سيدنا محمد نفس العدد، يعني 100 مره او اكثر. نسبحوا سبحان الله وبحمده 100 مره او اكثر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة أو أكثر، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة أو أكثر، الحمد لله 100 مرة أو أكثر. نقرأ أحبابي في الله القرآن ونحاول نفسره ونتدبروا الآيات ديالو، ولا شي كتاب ديال العلم اللي كيهضر على الصلاة وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ديننا، يعني يكون كتاب علم، لأنه حتى طلب العلم عبادة. يوم عرفة ندوزو فيما يرضي الله وندعيو، يعني وحنا غاديين في الطريق ندعيو، وحنا جالسين ندعيو، وحنا في السجود ندعيو، وحنا باركين ندعيو، يعني الدعاء الدعاء الدعاء، أي دعوة جاتكم على البال دعيو، لأنه الله عز وجل سيستجيب إن شاء الله. والدعاء ديال عرفة اللي معروف اللي كنقولوا فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا نقرأ حتى هو 100 مرة أو أكثر حسب الاستطاعة. حتى لا أطيل عليكم، عواشركم بروك أحبابي في الله، وتعيدوا وتعودوا إن شاء الله، والله يبارك لكم فيما أعطاكم، والله يبارك لكم في صحتكم وفي أولادكم وفي أموالكم، والله يجمعنا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.